السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد، وان شاء الله غادي نشارك معكم النهار ديالي. اليوم الصباح كما العاده كنفيق بكري، عجنت بكري الخبز، كان خاصني الخبز، عجنتو بكري قبل ما تفيق ليا رزان، كندير الشغل ديالي. المهم هنا الكوزينه جمعتها البارح بالليل، صراحه انا كيعجبني ندير الشغل بالليل، جمعت الكوزينه بالليل صافي. الصباح نط عجنت الخبز، حيدتو عليا هنا، مازال ما فاقتش لا هي لا راجلي. عجنت الخبز كما قلت لكم، هنا طيبته كما كتشوفوا. وهنايا وجدت هنا اللحم، غادي ندير قطبان للغدا، حتى هما جبتهم البارح من الفريكو، حطيتهم فوق الشبكه ديال الثلاجه باش يدي كونجلاو. غادي نديرهم ان شاء الله للغدا. هنايا باقي ليا هاد الخبيزه هادي كما كتشوفوا. وهنايا ملي كنكون كنطيب الخبز كنحط حدايا هاد المغرفه هادي ديال العود كما كتشوفوا، باش فيما بانت ليا الخبزه كتنفس من شي بلاصه كنسدها باش كتنفخ، لان الخبز الصراحه السر ديالو هو يتنفخ، يعني باش يبان راه هو هذاك زعما مدلوك و الحقو طريقو. المهم كما شفتو كيتنفخ مزيان على هذا الشكل هذا. المهم انا كنعجن الدقيق ديال القمح اولا القمح الكامل، يعني داك اللي كيكون بالنخاله ديالو، كنزيد عليه شويه ديال الفرص اولا ديك فارينه اللي كتباع في الحانوت، باش المهم حيت الا عجنتيه بوحدو كيكون كيتفرتت. صافي هنا سليت الخبز ديالي كما كتشوفو، كيجي على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نجمعو. المهم شي حاجه غنديرها في الفريكو حيت انا كنعجن هكا الخبز ديالي يومين. صافي هنايا غندوز لهاد اللحم هذا كما قلت لكم، غادي ندير عليه الشرموله ديالو، غادي نديرو ان شاء الله للغدا. المهم عينا من الطواجن. صافي قلت غندير غير قطبان بحال هكذايا وشويه ديال الشلاضه شي عصير، صافي والله يجعل البركه. المهم انايا درت عليه شويه ديال البزار، المهم العطريه ديال العطريه كامله كنديرها، المهم بالبزار شويه ديال الكمون. من بالنسبه للكمون راه طحنته في الدار، شويه ديال الخرقوم، خرقوم هكا يعواد مطحون. المهم كناخذو انا عند واحد السيد كيطحنوا ليا قدامي، صراحه العطريه كلها كنطحنها هكا على اليد، يعني كتعرفي شنو فيها، ماشي كتشريها مطحونه. المهم شويه ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير حتى هو، المليحه على حسب الذوق. المهم كما كتشوفوا راه شرملتهم بكري، هنا راه باقي يعني باقي الحال راه بكري باش يتشربوا هاد الشرموله هادي. هنا راه تقريبا شي 8 ديال الصباح هكذاك. المهم كيعجبني نحيد عليا الشغل ديالي بكري قبل ما تفيق رزان، حيت الا فاقت ما كتخليني ندير والو، وحتى انا كنبغي نبقى معاه شويه ديال الوقت كنلعبوا شويه، عرفتوا راه قريبه دابا المدرسه، غدي انا غدي المدرسه وحتى هي غديها، يعني ما غاديش نلقاو الوقت بحال هكذا فاش نجلسوا مع بعضياتنا غير الليل. المهم كما شفتوا درت هنا واحد شويه ديال الخل، معلقه تقريبا ديال الخل، الصراحه كيخليهم كيجيو فتيين وكيطيبوا. وهنايا درت واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، كيما وريتكم القزبر ومعدنوس قريب يسالي ليا، ما كنطحنو كنديرو في هذيك السوبيرو كنديرو في الفريغو. هذا راه طحنتو انايا قبل العيد، وهو راه باقي ليا فيه دابا غير شويه، غنجي ان شاء الله الاخر. صراحه زوينه ديك الطريقه، ما اصلا حتى القزبر ومعدنوس ما كيضيعوش، وكتلقيهم ساهلين يعني دغيا كتلقيهم واجدين كيكون احسن. صافي هنايا درت لهم حتى واحد شويه ديال زيت الزيتون، صافي غنرقدهم هنايا ونخليهم حتى نقرب الوقيته اللي غنبغيهم، وغادي نديرهم في الشوايه. وهنايا فاش وصلت الوقيته ديال الغداء، صافي درت القطبان ديالي درتهم باش يتشواو فوق الفاخر، صراحه خداو الوقيته ديالهم في الترقاد، يعني تشرملو بكري كيجيو زوينين وكيجيو فتيين. صافي دابا غادي نخليهم كيتشواو بحال هكا، غادي يقابلهم راجلي وانا غادي ندوز باش غادي نوجد واحد الشلاضه، صراحه دغيا ديال البصله ومطيشه والخيار، صراحه كتعجبني بزاف هاد الشلاضه هادي، صراحه كتعجبني بزاف. صافي الشلاضه ديالي هي هادي كما قلت لكم، فيها شويه ديال البصله مطيشه
وشويه ديال الخيار مع شويه ديال زيت الزيتون او زيت بلديه وبصيله. وهنايا درت واحد العصير ديال الخيار والليمون والبربه، صراحه حتى هو زوين. البربه عرفنا المنافع ديالها كثيره. صافي دابا غادي نتغداو وغادي نمشي، غادي يديني راجلي غادي يحطني في الدار وغادي نخلي رزان تما باش ان شاء الله غادي نمشي انايا للبيرمي. صراحه باقا كندوز للبيرمي هنايا كما كتشوفوا، هذه هي البلاصه اللي كندوز فيها. المهم هنا الناس تاع انسكان راه غادي يعرفوا فين، هنا في الرمل. صافي كتجي لهنايا كتبقاي كتسني النوبه. صراحه واخا مليت صراحه عييت من عييت الملل. عرفتي دا ليا هاد العطله كامله، داها ليا البيرمي صراحه، دا ليا العطله كامله وما كيبقاش عندي الوقت. عرفتي مورا الغدا صافي كنمشي، ما كنجي حتى للعشيه، عاوتاني كنمشي لدارنا كنجيب رزان، ثاني نهار اخر عاوتاني كنمشي كنديها لدارنا، نمشي ثاني للبيرمي عاوتاني نجي نجيبها. صراحه عييت بزاف، الملل بزاف. عرفتي كنتسنى غير امتى زعما ندوز الامتحان ونتهنى منه. صافي دابا غادي نتسنى حتى توصل النوبه ديالي. صافي وغادي نمشي باش ندي رزان ونمشي لدارنا، نمشي لدارنا يمكن غادي نبات تما. المهم غنشوف. المهم كما قلت لكم البنات وليت بت في دارنا، بقيت في دارنا تمايا. صافي تعشينا هنا نهار الاخر ديال الجمعه، دارت لينا امي واحد الكسكسو ما نعاودش لكم صراحه ديال الدجاج، حيت حال هادي ما كليناش الكسكسو ديال الدجاج. هاد الايام ديال العيد كيديروا غير باللحم، وانا من عشاق ديال الكسكسو ديال الدجاج. صراحه كيعجبني الطعم ديال الدجاج، كيجي زوين صراحه، المذاق ديالو زوين. هنا حطينا غير كسكسو كما كتشوفوا بوحدو، اولا الطعام كما كنقولوا. اللبن ما كنحطوش حنا من الاول، حيتاش رزان ما كتخليش لينا اللبن صراحه، كتشربوا اصلا وما كتغداش هي، وهي ما كتغداش. صافي دابا غنتغداو. صافي كما قلت لكم البنات دابا غادي نتغداو ان شاء الله، وغادي نرتاح واحد شويه. صافي وغادي نمشي عاوتاني، غادي نمشي للمدرسه ديال البيرمي، حيت اصلا قريب الوقت ديال الامتحان. داكشي علاش كنمشي كل نهار كنمشي على حسب كما قلت لكم، قريب ليا قريب الامتحان. صافي هنايا من بعد ما رجعت من المدرسه ديال البيرمي، صافي لقيت امي وجدات لينا هنايا واحد المخنفر، اولا كما كيقولوا الفطائر المائيه. المهم واحد المخنفر صراحه زوين بزاف صراحه، كيعجبني هكا مع شويه ديال زيت العود وشويه والعسل، كيجي زوين بزاف صراحه. انا ما كنديرش ليه الزبده حيتاش ما كتعجبنيش الزبده، ما كناكلش الزبده. صافي كما كتشوفوا كيجي زوين. المهم كديروا ليه بدقيق الفينو، جوج زليف ديال الفينو مع زلافه ديال دقيق الفورس، المهم بيضه شويه ديال الخميره حبيبات، خماره حمراء مليحه. صافي وكتجمع بالماء وكطحنهم هكا في الطراب الكهربائي. صافي وكتخليه حتى كيخمر تقريبا جهد واحد ربع ساعه. صافي وكطيبو في المقله ديال البغلي، صراحه كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف. وهذا هو كسكروت ديالنا كما كتشوفوا هنايا، البريريت ديال اتاي، شويه ديال العسل على حسب كما قلت لكم داك المخنفر، هنا واحد الكيكه وجدتها ديال الشوكولات. المهم راه ديجا عندي في القناه هذيك اللي كنطيب فيها المقادير ديال كاس ديال الماء كاس ديال الزيت، صراحه هي كتجي زوينه كتعجبني صراحه. درتها البارح كتجي زوينه الا باتت. صافي وتما عندنا شويه ديال الشفنج، وهذا هو الكاسكروت ديالنا. صراحه غندير كاسكروت دابا وغادي نمشي للدار ديالي، حيت غدا ان شاء الله عاد عليهم الغدا، غادي يجيو عندي الغدا حتى غدا ان شاء الله، ونشارك معكم الغدا ديال اللي غندير لهم ان شاء الله. وهكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، كنتمنى انه يعجبكم. وكما كنقول لكم ديما ما تنساونيش من اللايك ديالكم وتعليقات ديالكم اللي كتزيد تشجعني كتر. والى فيديو اخر، بسلام عليكم وخليت لكم الراحه.